قالوا تجاهلت عن حلم، فقلت لهم أني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، فلي فرسول الحلم بالحلم الجمل، ولي فرسول الجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فأني مقوم، ومن شاء تعويجي فأني معوج. رحم الله من قال هذه الأبيات الحكيمة. فإحنا أحيانا الجهلة بيجروك إلى التجاهل، أحيانا لازم تكون جاهل، لازم تتجاهل عليه لأنه جاهل زيادة. طبعا الموضوع الذي طرق لنا هذا الأبيات الشعرية الرائعة موضوع جو حطاب وقدومه إلى اليمن. قال الأعرابي: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. المعلقين من اليوتيوبريين أو من الذباب الإلكتروني اللي يقول لك أيوه الجوع يجي عندنا، ما نسوي ننظف الشوارع، هذا واقعنا، عدينا معاشة. يا أخي خجال خجال خجال، لا تقع الساعة البغل، لا وقعت حمار ولا حصان. أصل العرب مدنية فاشلة، ما هيش حتى مدنية مثل مدنيين الدول العربية، حتى الأجانب. خليك ذواق وخليك فاهم وتعلم شوية، تعلم القيم والأخلاق. إيش معك الكلام هذا؟ ما دخلك في النظافة وما دخلك في الشوارع؟ أنت بترحب بضيفك. العرب عندنا وفي العرب بشكل عام بترحب في خيمة، خيمة شعر، وتكرم الضيف من ما عندها، من أجود ما عندها، في الغبار، في الريح، في الشمس، ما لك دخل من هذا الكلام. الدار بأهله، لا هو بفراشه ولا بحجره ولا بنظافته ولا بزفلته ولا صح أن هذه أشياء مهمة، لكن ما هيش معيار، ما هيش معيار الكرم، ومعيار أنك تستقبل أو ما تستقبلش، أو ترحب هي البشاشة والترحيب. التغريدة هذه اللي تعملها الذواقة واللطيفة، هذا ترحيب وكرم. طيب تعال نشوف جو حطاب. جو حطاب، جو حطاب شخصية مؤثرة، فضلا أنه عنده متابعة بالملايين، 12 مليون في اليوتيوب، مليار و500 مليون مشاهدة في اليوتيوب. مش لا احنا ما بنرحبش علشان المشاهدات هذه، خليك واعي وخليك فهيم، لا تكونش توقع تسمع لما نقرا بعض التعليقات يقول لك ايش من خبر، نقد معك بندق وجوع بعد حلقها علينا، قع ذيب قع ذكي. به مجاهدين بيبذل روحه، به مجاهدين بالميكروفون، هذا واحد منهم جو حطاب، هذا مجاهد. روح شوف الفيديو حقها الذي يعمله على فلسطين من حدود غزة، صور من حدود غزة، صور هيا روح رويني، شوف 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 الرجال فين هي. هو جهاد، اسمه جهاد، صور وبين وكتب العنوان 2 مليون سجين هكذا، وشغل الدرون حقها، الدرون عرفت الدرون اللي يصوروا بها، الدرون شغلها وصور من فوق الحدود حق رفح او فين. شوف الشجاعة وشوف البطولة وشوف الجهاد، شوف الإنسانية اللي عنده. كذلك الشخصيات مثل هذه هي بتجي تعرض بلادك للعالم، مستقبلا عيكون في سياحة، يعني عيكون في مردود للبلد لما تجي شخصيات مؤثرة زي هذا تزور بلدك. هنا بيكون ضيف عام، ما هوش ضيف خاص. فالضيف العام أنت بتحترمه لو كان حتى مش مؤثر من المطار، مجرد ما دخل بلادك حدودك ساحتك لاحترامه وتقديره وضيافته. لكن هذا الضيف العام الذي هو شخصية مؤثرة، هذا أنت بتعمل له تغريدة أو كتابة، بتكتب كتابة ترحيبية أو فيديو. ليش؟ لأنه هذا شيء بينبع من داخلك أنت بدون رضاك، بدون قصدك، بدون قصد. لكن أنت معذور، للجاهل معذور، وأنا أعتذر يعني نيابة عن أصحابنا الذي هم ما عنده إدراك في هذا الجانب. هو بيتهيأ له أنه ما به ضيف الذي يجي له عنده البيت، هو معروف معه. يا أخي العرب تكرم الضيف وهي ما تعرفه، بيوصل من الصحراء مسافر هالك وذبحوا له اللي موجود عندهم، ما يعرفوه من هو، ما يعرفوه. تفهم ما معناه أصل العرب، ما معنى الكرم؟ مش داري من هو، ما بيدور منه قضايا يوم ثاني، مش داري من هو. قريب وصل، قريب تاعب هالك من السفر، حيا ورحب، ذبح له اللي موجود معه، لما هي إلا الرخلة هذه يحلب منها، والشاه الشاه هذه يحلب منها. تفهم الكلام؟ من جديد نرحب بضيف اليمن جهاد حطاب.
اهلا بك.